مساء الخير، النهاردة هتكلم على الموضوع التاني المقرر عليكم في الترم التاني، وهو بيعتبر المحاضرة التالتة، لأن موضوع تقييم أداء العاملين اللي أنا كلمتكم عليه قبل كده كان كبير وأنا كنت مقسماه لمحاضرتين. موضوع النهاردة اسمه تهيئة وتدريب وتطوير العاملين والمديرين بالمنظمات. في الموضوع ده هنتناول بالتحديد كده ثلاث نقاط هشرح لكم في السلايد الثانية. ايه هي الخطوات او النقاط اللي انا عايزاكم تعرفوها في موضوع تهيئة وتدريب وتطوير العاملين؟ عايزين نعرف في الموضوع ده ثلاث نقاط أساسية. عايزين نعرف يعني إيه تهيئة موظف جديد، وليه بعمل كده، ليه بهيئه، إيه اللي بستفيده من هذا من هذه التهيئة. النقطة التانية، عايزة أعرف يعني إيه تدريب عاملين جوه المنظمات، مفهوم تدريب العاملين، وكيف يتم، بيتم إزاي، وده اللي بنشوفه في الخطوة أو في النقطة التالتة، خطوات تدريب العاملين. ودي أربع خطوات أساسية بتتبعهم كل المنظمات في عملية تدريب وتطوير العاملين. وفي النقطة دي هتكلم برضو على التدريب الإداري أو تدريب المديرين وكيف يتم، إيه هي طرق التدريب الإداري. تعالوا نشوف مع بعض كده كل نقطة من النقاط دي بالتفصيل. أول نقطة في موضوعنا هنا هي نقطة تهيئة الموظفين الجدد. يعني إيه تهيئة الموظفين الجدد؟ كل المنظمات أول الموظف ما بيتم تعيينه بتاخده من إيده كده وتروح تدور بيه على كل الإدارات الأخرى غير الإدارة اللي هو معين فيها، كل الإدارات والأقسام. بتعمل إيه معاه؟ بتعرفه بتاريخ المنظمة والقيم بتاعة المنظمة، بتعرفه بالهيكل التنظيمي بتاع المنظمة، بتعرفه كمان بتعليمات وإجراءات السلامة اللي موجودة في المنظمة، بتعرفه بالأنشطة اليومية اللي موجودة في الإدارات والأقسام المختلفة، بتعرفه أيضاً بسياسات الموارد البشرية، بتعرفه بنظام الأجور والحوافز والمكافآت والمزايا اللي بتقدم. يعني بمعنى أصح بتعرفه كل صغيرة وكبيرة موجودة في المنظمة واللي عمل اليومي الروتيني ماشي إزاي في المنظمة. بتعمل كده ليه؟ ليه بتاخد مدة شهر تهيئ الموظف للعمل بتاعه؟ ايه اللي بتستفيده من كده؟ ايه اللي الموظف بيستفيده من كده؟ تعالوا نشوف كده أهمية تهيئة الموظف الجديد في السلايد الثانية. الموظف الجديد اللي بيتم تهيئته لما بيلف على الإدارات والأقسام المختلفة ده بيساعده أولاً في عملية التكيف الاجتماعي، دي حاجة ضرورية جدا إن هو يعرف زملائه ويعرف كيفية التعامل معه. تاني حاجة بيستفيد منها بيعرف إيه هو السلوك المتوقع منه في مكان العمل. تالت حاجة وهي أهم حاجة، بياخد المعلومات اللي هي بتساعده على إن هو يبدأ عمله بالشكل المطلوب أو بالكفاءة المطلوبة. كمان من أهم الحاجات في تهيئة العاملين الجدد إن هو بيحس إن هو مرحب من الجميع، لأنه بيقعد معاهم يمكن أكتر من شهر في الإدارات والأقسام المختلفة. بعد عملية تهيئة الموظف للعمل بتاعه بتبدأ عملية أخرى وهي عملية التدريب،
ويتأج مباشرة بعد عملية التهيئة الاجتماعية. بتعمل إيه المنظمات؟ بتعمل عملية التدريب ليه؟ أو إيه الغرض منها؟ الغرض من التدريب هو إكساب الموظفين الجدد المهارات الأساسية اللازمة لنجاحه في وظيفته، زي مثلا تعليم موظفي المبيعات الجدد كيفية بيع المنتج أو تقديم الخدمة. لو في شخص اتعين في وظيفة في زي الكاستومر سيرفيس، زي ما بنقول التعامل مع الجمهور، فبديله برنامج في مهارات التعامل مع الجمهور. لو في شخص في العمل الإداري بيشتغل في السكرتارية مثلا، بديله برنامج إعداد الكتب والمذكرات والتقارير بشكل يومي، وهكذا. نتنقل للنقطة الثالثة في موضوعنا، وهي دي أساس الموضوع بتاعنا، اللي هي خطوات عملية التدريب. إزاي المنظمات بتعمل عملية التدريب؟ عملية التدريب عملية كبيرة، مش عملية سهلة. بتتكون من 4 محطات أو 4 مراحل أو 4 خطوات. أول خطوة هي تحديد الاحتياجات التدريبية. هنشوف يعني إيه تحديد احتياجات تدريبية، ونحدد الاحتياج التدريبي ده إزاي. تاني خطوة تصميم البرنامج التدريبي. هنشوف مع بعض برضو كيف يتم تصميم البرنامج التدريبي ومين اللي بيصممه. الخطوة التالتة بعد ما حددنا الاحتياج التدريبي وحددنا مين اللي هم اللي المفروض يتم تدريبهم وصممنا لهم البرنامج التدريبي، بنبتدي نطبقه. نطبق البرنامج التدريبي فين وازاي، ده اللي هنشوفه. بعد لما بنطبق البرنامج التدريبي خلاص، والمتدربين اكتسبوا المهارات الأساسية اللي المفروض يكتسبوها، بنبتدي نحن لازم نعمل الخطوة الأخيرة، هي الخطوة الرابعة، تقييم نجاح البرنامج التدريبي. يا ترى البرنامج التدريبي ده نجح في إكساب المتدربين المهارات المطلوبة اللي أنا حطيتها في البرنامج التدريبي وصممتها، ولا لم ينجح؟ ده اسمه الخطوة دي تقييم نجاح البرنامج التدريبي. تعالوا مع بعض هنا نشوف كل خطوة من الخطوات دي بالتفصيل، لأن ده أساس الموضوع بتاعنا. أول خطوة من خطوات عملية التدريب هي تحديد الاحتياجات التدريبية، والخطوة دي في غاية الأهمية لأنها بيترتب عليها الخطوات الأخرى كلها. إمتى أعرف إن الشخص ده محتاج لتدريب؟ إزاي أحدد الاحتياج التدريبي للموظفين؟ في 4 طرق لتحديد الاحتياجات التدريبية، هي إيه؟ تحليل الوظيفة من خلال الوصف الوظيفي بتاع الشخص بتاعت الوظيفة، حاجة اسمها تحليل المهارات اللازمة لأداء الوظيفة، الطريقة الثالثة تحليل استراتيجية المنظمة، الحاجة الرابعة تحليل الأداء الحالي. تعالوا مع بعض برضو نشوف كل واحدة من الطرق دي إزاي من خلالها ممكن إن إحنا نحدد الاحتياج التدريبي للموظف. أول طريقة لتحديد الاحتياج التدريبي، أنا عايزة هنا أحدد الشخص اللي محتاج لتدريب. عشان أحدد الاحتياج التدريبي إحنا اتكلمنا على 4 طرق، قلنا 4 طرق كعناوين، همسك كل طريقة. أول طريقة اللي هي تحليل الوظيفة. أحلل الوظيفة إزاي؟ أنا اتكلمت معاكم قبل كده على الوصف، موضوع الوصف الوظيفي، وقلت لكم إن إحنا عشان نوصف أي وظيفة
لازم نحللها. نحللها يعني إيه؟ نجمع كل البيانات المتعلقة بالوظيفة، ونيجي نحط كل المهام المتعلقة بالوظيفة في الوصف الوظيفي ده. الوصف الوظيفي عندي منقسم لقسمين، قسم فيه المهام بتاعت الوظيفة، والقسم الثاني المهارات اللازمة لأداء هذه الوظيفة بنجاح. أنا هنا ببص للقسم الأولاني اللي هو المهام الوظيفية. المهام بتاعت الوظيفة دي تصلح إن أنا أخدها كده وتكون أساس لتحديد برنامج تدريبي. For example، على سبيل المثال، لو أنا عندي محاسب في الشركة وبصيت للوصف الوظيفي بتاعه وقريت المهام اللي هو بيقوم بيها، ولقيت إن الموظف ده بيقوم بإيه؟ بإعداد الحسابات الختامية، بيقوم بإعداد الميزانيات التقديرية، بيقوم بإعداد التقارير المالية. أنا المهام دي ممكن أخدها كده وأحطها له في شكل برامج تدريبية، أعمل له برنامج تدريبي في كيفية إعداد الحساب الختامي، برنامج تدريبي في كيفية إعداد الميزانية التقديرية، وبرنامج تدريبي في إعداد كيفية إعداد التقارير المالية. يبقى أنا هو الوصف الوظيفي الجزء الأولاني فيه إحدى الطرق لتحديد الاحتياجات التدريبية. طيب، أدي طريقة. إيه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية بيسموها تحليل المهارات. يعني إيه تحليل المهارات؟ تحليل المهارات اللازمة لأداء الوظيفة بنجاح. فين المهارات دي؟ وأنا أعرفها إزاي؟ أنا كواحد بيشتغل في إدارة الموارد البشرية. قال لي نفس الشيء، أنت عندك الوصف الوظيفي، والوصف الوظيفي أنت لسه قايلة منقسم لقسمين، قسم فيه المهارات بتاع في قسم فيه المهام بتاعة الوظيفة، والقسم الثاني الأخير المهارات اللازمة لأداء هذه الوظيفة بنجاح. المهارات دي تصلح كأساس لتحديد الاحتياج التدريبي. إزاي؟ مثال، لو أنا عندي وظيفة واحد بيشتغل في الكاستومر سيرفيس، بتقديم الخدمة، هبص الاقي في الوصف الوظيفي بتاعه تحت في الجزء الاخراني هلاقي المهارات اللازمه لاداء الوظيفه دي، مقدم الخدمه، بنجاح. هلاقي مثلا ان هو لازم يكون عنده مهاره التواصل مع الاخرين، لانه بيتعامل مع عملاء وبيتعامل مع زباين، زي احنا ما بنقول عليهم بالبلدي كده زباين، بيتعامل مع جمهور، فلازم يكون عنده مهاره التواصل مع الاخرين. تاني حاجه، لازم يكون عنده مهاره التعامل مع الضغوط، ضغوط العملاء، الكثافة بتاعت الجمهور اللي بتضغط عليه، لازم يكون عنده هذه المهارة. لازم يكون عنده كمان مهارة السرعة في أداء وإنجاز العمل في أقل وقت ممكن، وإزاي إن هو يؤدي أكتر من مهمة في وقت واحد. أهي المهارات دي مكتوبة عندي في الوصف الوظيفي، ممكن آخد المهارات دي وتكون كأساس لتحديد برامج تدريبية. فألاقي إن كل الناس اللي بتشتغل في كمقدمي خدمة لازم ياخدوا برنامج في مهارة التواصل مع الآخرين، برنامج في اللي هو العمل أو التعامل مع الضغوط، برنامج في كيفية إنجاز العمل بسرعة، وكيفية عمل أو ضم أكتر من مهمة وإنجازها في وقت واحد. يبقى دي تاني طريقة. طيب، مفيش غير الطريقتين دول؟ لا، احنا لسه قايلين في طريقة تالتة. ايه الطريقة التالتة؟ اللي هي طريقة تحليل الاستراتيجية. يعني ايه تحليل الاستراتيجية؟ كل منظمة عندها استراتيجيتها اللي هي بتحدد توجهاتها. هفترض ان في منظمة الوقتي قالت ان هي هتفتح بنك مثلا، هيفتح فرع له في بلد أخرى، أو بنك في بلد أخرى وجاي هيفتح فرع في مصر. بفترض الناس بتوعه دول محتاجين لتدريب، لأنك أنت أدم كان التوجه بتاعك إن أنت تفتح فرع في بلد آخر، يبقى لازم الناس دول ياخدوا برنامج في إن هم يعرفوهم بثقافة البلد دي. لازم كمان يعرف نظام العمل الجديد وإجراءاته في المنظمة في البلد الجديدة دي. لازم يعرف نظام الأجور والحوافز والترقيات المتبعة. وبالتالي أنا ممكن أديله ثلاث برامج تدريبية،
برنامج تعريفي بثقافة البلد، برنامج تعريفي بنظام العمل وإجراءاته، برنامج تعريفي بنظام الأجور والحوافز والمزايا المتبعة في المنظمة اللي هي أو الفرع اللي هو جوه البلد دي. يبقى من الاستراتيجية بتاعت المنشأة أو المنظمة، طالما قدرت أعرف توجهاتها هقدر أعرف متطلباتها من المهارات، وهي دي هتكون أساس البرامج التدريبية بتاعتي. يبقى دي ثلاث طرق لتحديد الاحتياجات التدريبية: تحليل الوظيفة، مهام الوظيفة، تحليل المهارات اللازمة لأداء هذه الوظيفة، الطريقة الثالثة تحليل الاستراتيجية. إيه الطريقة الرابعة والأخيرة لتحديد الاحتياجات التدريبية؟ افترض ان انا ما عنديش كل الكلام ده، ولو ان طبعا ده غير طبيعي لان انا كل الكلام ده موجود في كل المنظمات. تحليل الاداء الحالي، انا لسه متكلمة عن تقييم اداء العاملين معاكم في المحاضرة اللي قبل كده. تحليل الاداء الحالي اللي هو تقييم اداء العاملين، اللي هو بحلل الاداء الحالي للعامل، بقارنه بالاهداف الموضوعة. قلت لكم لو لقيت ان في جاب بين الأهداف أو المستويات الموضوعة وبين الأداء الحالي، يبقى معنى كده إن في خلل في أداء العامل. الخلل ده لازم أعرفه، أو نقطة الضعف دي لازم أعرفها، وهي تكون موضع برنامج تدريبي. يعني لو كان هو ما بيعرفش يكتب التلاقيت في الأداء الحالي، أنا حطاله إعداد التقارير، إن هو يعد التقرير في خلال ساعة، ويعد التقارير بجودة معينة مطلوبة بأقل قدر ممكن من الأخطاء وبشكل معين. ولما جيت بعد كده أقيم أداؤه لقيت إن هو عنده ضعف في الموضوع ده، خلاص أروح أعمل له برنامج تدريبي أزوده بمهارة إعداد التقرير بالكفاءة المطلوبة. دي طرق تحديد الاحتياجات التدريبية، الأربع طرق اللي إحنا اتكلمنا عليهم ومفيش غيرهم: تحليل مهام الوظيفة، تحليل المهارات اللازمة لأداء الوظيفة بنجاح، تحليل استراتيجية المنشأة، تحليل الأداء الحالي. انتهينا من الخطوة الأولانية الأساسية في عملية التدريب، وهي خطوة تحديد الاحتياجات التدريبية. بيأتي بعد هذه الخطوة خطوة أخرى مهمة، وهي تصميم البرنامج التدريبي. في الخطوة دي عايزة أعرف، أو النقطة دي عايزة أعرف حاجتين. البرنامج التدريبي عشان يصمم لازم يصمم فيه حاجتين: يصمم فيه أهداف البرنامج التدريبي، ويصمم فيه إعداد محتوى المنهج التدريبي. يعني يصمم فيه المنهج التدريبي، الأدوات اللي هتستخدم في التدريب، وزمن التدريب. تعالوا مع بعض نشوف النقطتين دول: تحديد أهداف البرنامج التدريبي، والنقطة الثانية إعداد المحتوى البرنامج التدريبي وأدواته. أول نقطة في تصميم البرنامج التدريبي، احنا لسه قايلين، هو وضع أهداف البرنامج التدريبي. الأول مين اللي بيقوم بتصميم البرنامج التدريبي عشان يحط أهدافه ويحط محتواه؟ هما اتنين: يا إما المنظمة بتجيب مدرب أو محاضر من الخارج هو اللي بيحط أهداف البرنامج التدريبي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، وهو اللي بيحط محتوى البرنامج التدريبي طبعا بالتعاون برضو مع إدارة الموارد البشرية. أو لو ما كانتش المنظمة هتتفق مع مدرب أو محاضر من الخارج، ممكن تعتمد على شخص عندها، يكون شخص عنده خبرة كبيرة جدا، وهو يكون أقدم موظف في الإدارة دي، وهو اللي يقوم بإعداد البرنامج التدريبي، إعداد محتواه وإعداد أهدافه برضو بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية. طيب عشان يحط الأهداف البرنامج التدريبي، سواء كان مدرب من الخارج أو كان موظف أقدم موظف، يقول لي إن لازم الأهداف البرنامج التدريبي تتحط بشكل واضح جدا
بشكل محدد جدا وبشكل يمكن من قياسه، بحيث لما الموظف ده ياخد البرنامج التدريبي ويرجع للمنظمة، أو لو أخده جوه المنظمة يعني بعد انتهاء البرنامج التدريبي، لازم أقدر أعرف إذا كان اكتسب المهارة دي ولا لأ. فعشان كده الأهداف لازم تكون محددة جدا. مثال على كده، لو أنا بديله برنامج في إعداد وكتابة التقارير المالية، يبقى لازم الهدف يكون يجب أن يكون قادرا على كتابة التقارير المالية وصياغتها بوضوح ودقة وبدون أخطاء، عشان لما يرجع من البرنامج التدريبي ويكتب تقرير أقدر أشوف نجحنا في كده ولا ما نجحناش. لو واحد بيشتغل في إدارة الموارد البشرية وبعته برنامج تدريبي في المهام بتاعته، في المهام بتاعت إدارة اللي بيشتغل في الموارد البشرية، هنا لازم أكتب كده إن الهدف من البرنامج التدريبي ده أن يكون الموظف قادراً على إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، لأن هذا أحد مهامه، واختيار الموظفين الجدد، ووضع خطة عامة للتدريب، دي كلها مهام الموظف اللي بيشتغل في الموارد البشرية، وإعداد نظام لتقييم أداء العاملين. فالهدف هنا يكون كده واضح جداً. بفترض إن أنا هبعت مشرف في برنامج تدريبي اسمه الإشراف الفعال، فلازم الهدف التدريبي بتاعي يكون واضح، اللي هو يكون ايه؟ ان مثلا يكون يجب على هذا المشرف ان هو بعد ما يرجع من البرنامج التدريبي يكون قادرا على وضع خطط عمل ومتابعتها والتواصل مع الموظفين والرقابة على أدائهم، بحيث لما يرجع المشرف من البرنامج التدريبي ويرجع يشتغل أشوف بقى هو قدر يحط خطة عمل ولا لأ، قدر يتواصل مع الآخرين بتوعه ولا لأ، قدر يراقب الأداء ولا لأ، وهكذا. يبقى أهداف البرنامج التدريبي لازم تكون واضحة ومحددة علشان أقدر أقيسها في نهاية البرنامج التدريبي. النقطة الثانية في نفس الخطوة بتاعتنا اللي هي تصميم البرنامج التدريبي، النقطة الثانية إعداد المحتوى المنهج التدريبي والأدوات التدريبية اللازمة. سواء كنت هعمل البرنامج التدريبي ده جوه المنظمة أو هعمله في الخارج، هو نفس الشيء. اللي هيعد محتوى البرنامج التدريبي لو كان في الداخل هيبقى أقدم موظف، لو كان في الخارج هيبقى المدرب أو المحاضر، سواء المنهج التدريبي أو الأدوات التدريبية. الأدوات التدريبية لازم تكون متوفرة جوه المنظمة لو أنا هعمله جوه المنظمة، أو تكون متوفرة في قاعة المحاضرات لو هتتعمل بره المنظمة. المدرب أو أقدم موظف لازم يحدد محتوى البرنامج التدريبي برضو، بحيث يغطي كل المعلومات المطلوبة أو يغطي اللي هي اللازمة لإكساب المتدرب أو المتدربين المهارات المطلوبة للبرنامج، وإن هو يكون قادر على إن هو يقسم المعلومات دي أو المهارات دي إلى وحدات، زي أنا في المحاضرة معاكم كده، وبقسمها لنقاط معينة أو خطوات معينة أو وحدات معينة. فيجب أرضو تقسيم المحتوى إلى وحدات معينة وتكون منطقية، وكل قسم بيؤدي للتاني، كل قسم بيؤدي للتاني. كمان يجب في تصميم البرنامج التدريبي ان انا اصممه بحيث احط امثلة وتطبيقات عملية، زي انا ما معاكم الوقت عمالة بقول في امثلة، ولما كنا مع بعض في المحاضرات الحية العادية كنا بندي تطبيقات عملية. الحاجة الأخيرة في تصميم المنهج التدريبي إن يكون في توقيت لكل موضوع، زي إحنا بالظبط مثلاً، ففي توقيت لكل ما إحنا كده بنعتبر كأنه تدريب، إن يكون توقيت لكل محاضرة، بقى في توقيت لكل محاضرة أو توقيت لكل جزء. دي الخطوة الثانية في عملية التدريب اللي هي تصميم البرنامج التدريبي. الخطوة الأولانية كانت تحديد الاحتياجات التدريبية، الخطوة الثانية اللي هي تصميم البرنامج التدريبي، تصميم أهدافه ومحتواه.
بعد الخطوتين اللي أنا شرحتهم بتيجي الخطوة الثالثة اللي هي عايزين بقى تنفيذ وتطبيق البرنامج التدريبي. عايزين ننفذه، خلاص حددنا الأشخاص اللي محتاجين لتدريب، حددنا المهارات اللي المفروض يتدربوا عليها، عملنا المحتوى التدريبي وحددنا أهداف البرنامج التدريبي. خلاص الناس دي بقى عايزين ندربها، عايزين نطبق فعلا اللي احنا عملناه، عايزين نجيب الأشخاص دول ونجيب المنهج ده ونجيب المحاضر أو المدرب أو الأقدم شخص موجود في المنظمة عشان ينفذ البرنامج التدريبي ده. هعمل إيه؟ قال لي أنت ممكن تطبقي البرنامج التدريبي ده، أنا هفترض برنامج تدريبي في أي حاجة، في إعداد وكتابة التقارير، في الإشراف الفعال للمدير مثلا، للمشرفين، في أي حاجة، أو في التعامل مع الجمهور. قصادي ثلاث حاجات ممكن أعملها، يا إما هدرب الناس دول اسمه التدريب على رأس العمل، هنشوف يعني إيه، أو التدريب خارج مكان العمل، أو هدربه خلال الإنترنت. هما دول الثلاث طرق اللي ممكن من خلالهم أنفذ وأطبق البرنامج التدريبي. تعالوا نشوف كل واحدة بتتم إزاي. أول حاجة ممكن نطبق فيها البرنامج التدريبي، نطبقه من خلال حاجة اسمها التدريب على رأس العمل، وهي باينة من عنوانها، التدريب على رأس العمل، On the Job Training زي ما بيقولوا بالإنجلش. بتعني إيه؟ إن الموظف نديله البرنامج، نكسبه مهارات الوظيفة أو مهارات البرنامج بتاعنا اللي إحنا محددينه من خلال أداء العمل نفسه جوه الشركة بتاعته ومن خلال أداء وظيفته. طب إزاي هندربه كده على إعداد وكتابة التقارير جوه المنظمة بتاعته، أو على التعامل مع الجمهور جوه المنظمة، على رأس العمل يعني زي ما بيقولوا، عن طريق كذا حاجة، كذا شيء. فيها حاجة اسمها كوتشنج ميثود اللي هو أسلوب المدرب أو المشرف. ازاي؟ هو قاعد كده يلاحظ المشرف بيعمل ايه، يعني في الاعداد وكتابه التقارير ممكن يقعد جنب المشرف ويشوف المشرف بيكتب ازاي، او المشرف نفسه يشرح له خطوات العمل وهو بيعملها ازاي. يعني التدريب على راس العمل او الكوتشنج ميثود ده اللي هو اسلوب المدرب او اسلوب المشرف بيتم من خلال ان انا الاحظ المشرف بيعمل العمل ازاي، أو هو المشرف يشرح لي العمل خطوة بخطوة، أكتب إزاي التقرير خطوة بخطوة، الجزء الأولاني، الجزء الثاني، الجزء الثالث. في حاجة تانية على رأس العمل برضو اللي هو بيسموها التعليم غير الرسمي، informal learning يعني بشكل غير رسمي، اللي هو ده 80% من تدريب الموظفين على رأس العمل بيتم من خلال الزملاء. أنا بتعلم إعداد وكتابة التقارير المالية من خلال زملائي معايا، أتعلم إزاي أحل مشكلة من خلال زملائي، إزاي أحط خطة عمل من خلال زملائي، بسموه informal learning اللي هو التعليم الغير رسمي، برضو ده بيبقى على رأس العمل يعني جوه المنظمة وأنا بشتغل أساسا. في حاجة تالتة برضو في التدريب على رأس العمل اسمها apprenticeship training، يعني إيه؟ أنا أجمع بين الاثنين، يعني أجمع بين التدريب على رأس العمل وبين تدريب الفصول اللي بره. يعني ممكن أنا يبعتوني في البرنامج إعداد وكتابة التقارير بره المنظمة، أخد برنامج في الأسس العلمية، إزاي أعد التقارير، إيه هي تقسيماته، ايه اللغه اللي المفروض تستخدم هنا وايه اللغه اللي مش مفروض تستخدم، هل ممكن استخدم نماذج احطها في التقارير ولا لا، وهكذا. يدوني الاسس والادوات العلميه التولز بتاعه اداه كتابه التقارير، وارجع على راس العمل في شغلي اقعد اكتب اللي انا اتعلمته ده، وبيجيبوا برده المحاضر ده او يجيبوا المشرف نفسه جوه الشغل ويتابعني ويشوف فعلا انا بعمله طبقا اللي اتعلمته ولا لا.
كتير جدا جدا من المدربين او المحاضرين بيروحوا الشركات وبيدربوا، هم بيدربوهم على اعداد، على يعني تابعوهم هل تم اعداد وكتابه التقارير زي ما خدوها في الفصل العلمي ولا لا. ده اسمه التدريب على راس العمل، وهو من افضل انواع التدريب، افضل نوع تطبق فيه البرنامج التدريبي ان هو يكون على راس العمل، لانك انت بتتعلم من خلال اداء العمل نفسه. ليه بيعتبروا التدريب على رأس العمل من أفضل أنواع التدريب؟ يعني ما تيجي تطبق فعلا برنامج تدريبي تطبقه داخل العمل. أولا لأنه غير مكلف، لأنه ممكن يقوم به المشرف أو يقوم به أقدم موظف في الإدارة، فما فيش أي تكلفة عليك. إن هو كمان التعلم من خلال الممارسة، لأن أفضل حاجة إنك أنت تتعلم حاجة عملية بتعملها بإيدك أفضل من أنك أنت تقعد تسمع لألف محاضرة. فمن ضمن مزايا التعلم من خلال ممارسة العمل نفسه، يعني أنا بكتب التقارير بإيدي وأنا قاعدة، غير ما باخد بس شوية مبادئ أو أسس علمية في كتابة التقارير. الحاجة المهمة جدا كمان في التدريب على رأس العمل هي الفيدباك. يعني الفيدباك اللي احنا عارفينها، التغذية العكسية، يعني ان انا هعرف بالظبط كنت بكتب صح ولا بكتب غلط، فاتدارك الاخطاء بتاعتي واصلحها في ساعتها. فدي من اهم النقط اللي هي التغذية المرتدة او التغذية العكسية. انا ما زلت في نقطة تطبيق البرنامج التدريبي وتنفيذه، ونقولنا هنطبقه يا اما خارج العمل، إما داخل العمل. داخل العمل بيسموه on the job training، اللي هو على رأس العمل، وده اللي شرحته في السلايد اللي فاتت، أو هخليه off the job training اللي هو خارج العمل. داخل العمل احنا قلنا من خلال المشرف أو أقدم موظف، خارج العمل هيبقى من خلال المحاضر أو من خلال المدرب. لما بيتدرب خارج العمل ونطبق، نيجي نطبق البرنامج التدريبي، ما عندناش حاجة نستخدمها إلا عدة أساليب صغيرة. يا إما بنستخدم أسلوب المحاضرات، وأسلوب المحاضرة ده اللي هو زي ما بيحصل معانا، إن إحنا أسرع الطرق وأسهلها لتقديم قدر كبير جدا من المعلومات لعدد كبير جدا من الأفراد. فالمحاضر هنا أو المدرب يتكلم كتير جدا في معلومات كتيرة عن المهارة، مهارة إعداد وكتابة التقارير، مهارة التعامل مع الجمهور، مهارة الإشراف الفعال، مهارة حل المشكلات، مهارة الابتكار والتجديد. يدي محاضرة في موضوع محدد اللي هو الموضوع اللي احنا اخترناه ليكون موضع التدريب، اللي هي المهارة اللي انت بتتدرب عليها. وده أسلوب بيبقى أسلوب نظري شوية، ما بيبقاش مفيد قوي، بس بيبقى مفيد جدا جدا لما بيكون في عدد كبير جدا من الأفراد. الأسلوب الثاني بيستخدم برضو بيستخدم في البرامج التدريبية بجانب، ممكن يستخدم بجانب المحاضرات، اللي هي الحالات العملية، وزي أنا ما كنت بعمل معاكم الحالة العملية، أدي الموضوع وأدي مشكلة مرتبطة بالموضوع وأقول لك حط عليها حل ليها. أنا أديتكم تقريبا في عملية الاستقطاب، في عملية الاختيار والتعيين، اديتكم مشكله وطلبت منكم حلها وعملتوها. اديت لكم في الوصف الوظيفي ازاي نكتب وصف وظيفي، وخليتك توصف الوظيفه بتاعتك ووظيفه زميلك، فدي اسمها الحالات العمليه. في حاجه اسمها لعب الادوار، وده يعني مستخدم كتير بره، يمكن مش مستخدم عندنا كتير. لعب الادوار ان انا اعمل موقف فعلي حقيقي قصادنا، موقف واقعي بيحصل في المنظمات، وأسأل المتدربين إن هم يلعبوا أدوار لأشخاص محددين. هفترض كده، هفترض في موضوع الاختيار والتعيين اللي أنا اديته لكم، في المقابلة، مقابلة الاختيار، المقابلة بيبقى فيها اللي هو الكانديديت اللي هو المرشح للوظيفة، وفيها الانترفيور اللي هو بيعمل الامتحان وبيسأل المتقدم الوظيفة، بيسأله عدة أسئلة. لو أنا عايزة أعمل أسلوب لعب الأدوار،
أجيب 2 من متدربين، واحد يلعب دور هو المتقدم للوظيفة، لوظيفة محاسب مثلا، وواحد يلعب دور اللي هو اللي الممتحن نفسه أو الانترفيور اللي هو المقابل ده، وخلي المقابل يسأل المتدرب ده اللي هو المتقدم للوظيفة عدة أسئلة متعلقة بالوظيفة ونشوف هيجاوب إزاي، وخلي الآخرين المتدربين يقيموا هذا الشكل. ده اسمه أسلوب لعب الأدوار، هو بيطبق بره كتير، يمكن عندنا إحنا قليل، لكن برضو سهل تطبيقه زي ما أنا المثل اللي أنا جبته لكم دلوقتي. في النقطة دي أنا هتكلم على تكملة طرق التدريب عندي. أنا هنا بطبق البرنامج التدريبي، أنا في نقطة الخطوة الثالثة اللي هي تطبيق البرنامج التدريبي. هكمل هنا الخطوة دي بإن أنا أقول لك إزاي بيتم تدريب الإداريين المديرين. المديرين عادة يعني قلة منهم بيطلعوا بره يتدربوا، وغالبيتهم بيتدربوا جوه المنظمة برضو on the job training. إزاي أخلي أنا أكسب المديرين أو المشرفين أو رؤساء الأقسام، إزاي فعلا أكسبهم المهارات الإدارية جوه الشغل بتاعي مش بره؟ من أهم الحاجات اللي بتتبع حاجة اسمها job rotation. job rotation يعني إيه؟ هي من عنوانها التدوير الوظيفي. أنا أخلي المدير اللي عندي، مدير مثلا نظم المعلومات مثلا، أو مدير إدارة الموارد البشرية، مدير التسويق، أي مدير، مدير إدارة الجودة، أخليه يلف على كل الإدارات الأخرى، اسمها job rotation، يعني يقعد شهر في الإدارة دي وشهر في الإدارة دي وشهر في الإدارة دي وشهر في الإدارة دي. هنا أنا بعمل إيه؟ أنا بوسع معارفه، بس عايزاه يتوسع معارفه مش بس بعمل الإدارات، بعمل الإدارات وكيفية مواجهة أشخاص مختلفين والتعامل مع أشخاص مختلفين، فهنا حتى مهاراته بتزيد. ده أول حاجة اسمها الجوب روتيشن، وطبعا بيعرف بالتفصيل خصائص كل عمل كل إدارة. حاجة تانية ممكن استخدمها لتدريب المديرين اسمها Special Assignments. Special Assignments يعني ايه؟ مهام محددة او مهام خاصة. يعني اجي المشرفين اللي موجودين عندي في الـ في الـ في الـ في الـ الادارة او رؤساء الاقسام، اديهم مشكلات مرتبطة بتاعت الادارة، اعرض عليهم كده مهام assignments كتيرة، مشاكل متعلقة بالادارة، مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة، لحد ما يكتسبوا مهارة حل المشكلات بتاعت الادارة بتاعتهم اللي هما بيشتغلوا فيها. يعني هنا بخليهم اكسبهم خبرات عملية على مشكلات واقعية بتقع فيها او بتواجهها الادارة بتاعتهم. في طريقة تالتة اسمها الاكشن ليرنينج، اللي هي ايه دي بقى؟ دي برضو بدرب فيها المديرين، بس بدربهم ازاي؟ بدربهم على حل المشكلات، بس حل مشكلات الادارات الاخرى. يعني هو هنا انا دربت رؤساء الاقسام والمشرفين جوه الاداره بتاعتهم نفسها، فديت لهم مهام وديت لهم مشكلات واقعيه بتاعت ادارتهم. لا، ده انا عايزه ادي حاجات اكتر، فبنقلهم اخوديهم في ادارات اخرى اديهم مشكلات هذه الادارات. فتخيلوا بقى كميه المعلومات اللي بتبقى عندهم، مداركهم بتوسع ازاي؟ لا، ومهارات اللي بيكتسبوها في حل مشكلات مختلفه، مش بس حل مشكلات ادارتهم، انما حل مشكلات الادارات الاخرى. هؤلاء الافراد بيبقى قصادهم فرص كبيره جدا للترقيه في مناصب كبيره جدا من خلال المهارات اللي اكتسبوها او البرامج التدريبيه اللي هي غير مباشره اللي بتحصل on the job training في مجال العمل. اخر خطوه في خطوه من خطوات عمليه التدريب هي تقييم نجاح البرنامج التدريبي. دي رابع خطوه، هما كان اربع خطوات،
تحديد الاحتياجات التدريبية، نمرة 2 تصميم البرنامج التدريبي، نمرة 3 تطبيق البرنامج التدريبي، نمرة 4 بعد ما بصممناه بنحتاج تقييم نجاح البرنامج التدريبي. لازم الناس العاملين في مجال الموارد البشرية لازم يقيسوا مدى نجاح البرنامج التدريبي. ليه؟ لأن دي عملية مكلفة، هم عملوا برنامج حددوا احتياج تدريبي وساعدوا المدربين أو المشرفين في إعداد البرنامج التدريبي ده، بعتهم ممكن يكونوا بعتهم برا، فالبرنامج تكلف تكلفة كبيرة، فلازم أنا أشوف إيه العائد من البرنامج التدريبي ده، هل وازى التكلفة اللي أنا دفعتها ولا لأ، هل الناس دي اكتسبت المهارات اللي أنا كنت محدداها كأهداف للبرنامج التدريبي ولا لأ. إزاي يقيموا نجاح البرنامج التدريبي؟ هما بيقيموا كل المنظمات الوقتي بتتبع الطريقة دي، بتتبع بتقيس أربع حاجات عشان تقدر تحدد إذا كان البرنامج التدريبي نجح ولا لأ، بتقيس أربع أشياء. أول شيء رد فعل المتدربين تجاه البرنامج، زي ما يجي هنا ده برنامج، أنتوا البرنامج اللي بتعملوه مع الجامعة هنا مع كلية التجارة، نعتبر إن ده برنامج تدريبي، هم عايزين يشوفوا البرنامج ده نجح معاكم ولا لأ، فأول حاجة بيقيسوها رد فعلكم، فبيوزعوا عليكم استبيان وبيتوزع عليكم وانتوا بتقولوا أراءكم، ده أول حاجة. بس ده مش معناه ان البرنامج نجح، بس ده انديكيشن صغير، إشارة صغيرة فقط بيتقيس انتوا حبيتوا البرنامج ولا لأ. الحاجة التانية اللي بتستخدم لتقييم البرنامج بعد رد فعل المتدربين هي بنقيس التعلم، يا ترى المتدربين اتعلموا المهارات المطلوبة دي ولا لا، زي ان احنا بنعمل لكم، احنا ايه بنعمل لكم امتحان، بنعمل امتحان نص الترم والامتحان النهائي، من خلال الدرجات اللي انتوا بتاخدوها بنقدر نعرف اذا كنت اتعلمتوا ولا لا. فنفس الحكاية في اي برنامج تدريبي بيقيسوا عملية التعلم دي، بيقيسوها من خلال الاختبارات. يبقى رد الفعل الأولانية بتقاس، رد الفعل تجاه البرنامج التدريبي بتقاس بالاستبيان، التعلم بيقاس بالاختبارات اللي انتوا بتقوموا بحلها. حاجة تالتة بيقيسوها اللي هي السلوك، يا ترى انت سلوكك، سلوك الشخص اللي راح البرنامج التدريبي اتغير بعد البرنامج التدريبي ولا لا، بعد لما رجع شغله. هيعرفوها ازاي؟ دي بقى من خلال ملاحظة المشرف، المشرف هو اللي يلاحظ اذا كان سلوك الشخص المتدرب ده بعد انتهاء البرنامج التدريبي اتغير ولا لا. زي مثلا لو كانوا بعتين مجموعة من الافراد مقدمي الخدمة بيقدم ليهم برنامج اسمه التعامل مع الاخرين او التعامل مع الجمهور، بعد لما بيخلص البرنامج الناس دي بترجع لشغلها، ممكن المشرف بقى يلاحظ سلوكهم اتغير ولا لا في التعامل مع العملاء والتعامل مع الجماهير. يبقى دي تالت حاجة بتتقاس، السلوك. آخر حاجة، رابع حاجة وآخر حاجة بتتقاس عشان نشوف البرنامج التدريبي ككل نجح ولا لا، هي الأداء، أداء الشخص بقى. هي دي مهما تعمل انت، سواء نقيس رد فعل المتدربين، نقيس التعلم، نقيس السلوك، هي دي المهمة، الأداء. فلو أنا ده برنامج تدريبي في عن التعامل مع الجمهور ورجعت أشوف بقى أقيس الأداء إزاي، أشوف عدد شكاوي العملاء، لو عدد الشكاوي قلت يبقى فعلا البرنامج التدريبي نجح في إكساب المتدربين مهارة التعامل مع الآخرين. لو أنا كنت بعتاهم في برنامج إعداد وكتابة التقارير ورجعوا وعايزة أقيس الأداء، هنا الأداء أشوف فعلا هل المتدربين أصبحوا أكتر قدرة على كتابة التقارير المالية ولا لأ، والمشرف يقدر يحكم أيضا على هذا الشيء. بكده تخلصت الأربع خطوات اللي بيكونوا عملية التدريب. أول خطوة اللي هي وأهمها تحديد الاحتياجات التدريبية، وشوفنا احنا بنحددها ازاي بطرق تحديد الاحتياجات التدريبية. تاني خطوة تصميم البرنامج التدريبي، وشوفنا بيصمم ازاي، الأهداف كيف تصمم والمحتوى البرنامج كيف يصمم ومين اللي بيصممه. اتنقلنا النقطة الثالثة، تطبيق البرنامج التدريبي، وشوفنا بيطبق ازاي، سواء بيطبق on the job training على رأس العمل او بيطبق خارج العمل، فشوفنا الطريقتين وازاي بيتموا.
آخر خطوة تقييم نجاح البرنامج التدريبي، عايزين نشوف البرنامج نجح ولا لأ. ففعلا المنظمات بتقيس الأربع عناصر اللي أنا قلتها لكم دول، وبتقيسها إزاي. أشكركم كتير جداً.